سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة لتبييض المناطق الحميمية أو المناطق الحاسة. نبدأ على بركة الله. أنا هنا تجاني ذوبت الأسبرين تاعي، كما نقول كشيت على الراس. هاي كما راكم تلاحظوا، أنا هنا خذيت زوج حبات ودرت لهم ماء الورد حتى نذابو كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. ذابو بهذا الشكل، ضيفي لهم مغرفة من الجليسيرين نسجلها ونخلي الناس مع بعض ونضيف لها اي كريم مرطب اللي تستعملوا نتوما. انا هنا نستعمل جليسيرين. ناخذ ايضا مش بالشرط هذه اللي تستعملي مو فيديوها نتوما استعملوها، انا استعمل هذه. نمزج المكونات كامل مع بعض. نتحصل على كريم بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا فيه هنا. قبل ما نطبقوه نكون عملنا عملية تقشير للمناطق الحميمية أي مقشر اللي تستعملوه نتوما. أنا صراحة مرة ندير سكر بني مع زيت الزيتون، ومرة ندير سكر بني وقهوة وزيت الزيتون، نقشر به المنطقة هذيك مليح، ومن بعد نغسل بماء دافي ونشف مليح ونستعمل هذا الكريم. عملية التقشير تكون مرة واحدة في الأسبوع، وهذا الكريم ديريه استعمليه يوميا. لي تقدر تديرو وسبات بيه وصباح تغسل عادي نورمال، لي تشوف روحها بلي ما تقدرش تبات بيه استعملوه في الوقت اللي تكون عندها الوقت فيه تستعمل هذا الخليط، وتخليه مدة ساعتين او 3 ساعات ومن بعد تشطف عادي. مدة اسبوع هي ما يكونش عندهم اسمرار قوي، مدة أسبوع حسب لهم النتيجة، ويكون عندهم اسمرار قوي يداوموا عليها بك حسب لهم النتيجة. صراحة هي وصفة فعالة، نتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم في الكومنتير. وفي الأخير سلام.